فيكم فيديو جديد من قناة الباش مدرس، وان شاء الله الفيديو ده احنا هنتكلم عن السيو او دورة السيو مكملين زي ما احنا، بس هوضح لكم توضيح صغير كده. الفيديو ده هيبقى مدته بسيطة جدا، ممكن يبقى دقيقة او دقيقة ونص او دقيقتين. الفيديو ده انا بكلمك فيه عن حاجة اسمها الفئة بتاعة الفيديو او الفيديو ده طبيعته ايه. يعني ايه الكلام ده؟ انت اول ما بتخلص الفيديو بتعمل له ابلود وتحط الصوره المصغره وتحط العنوان وتحط الوصف والتاجز وكل الكلام الجميل اللي احنا قلناه ده، هتلاقي عندك خانه كده على الشمال بعد الربح او تحقيق الدخل اللي هي الاعدادات المتقدمه. هتدخل عليها هتلاقي زي يافطه كده على ايدك الشمال تحت مكتوب عليها فئه الفيديو او مصدر الفيديو حاجه زي كده. المهم انت بتدوس عليها بيقول لك الفيديو ده فئته ايه، يعني نوعه رياضه، العاب، تكنولوجيا، تعليم، موسيقى، حاجات، فاهم انت القسم ده؟ ناس كتير بتهمل القسم ده وبتنزل وقلب يلا ونزل الفيديو خلاص، مع انك ما تعرفش ان القسم ده ليه فايدة كبيرة جدا، ان هو بيعرف يصنف الفيديو بتاعك ده مجاله ايه، فيبدأ يظهره مع الفيديوهات اللي مجاله شبهها فيجيب مشاهدات اعلى، بل وكمان يتصدر نتائج البحث عليها. تاني بالراحة كده، عيل في السنة مثلا او عيل في كلية قسم علوم، واحد تاني في كلية قسم دراسات او قسم تاريخ او جغرافيا، وقسم واحد تاني مثلا قسم انجليزي، واحد تالت قسم فرنساوي. المهم ان احنا جبنا مجموعة شباب حلوة كده، تمام، وقمت انا قايل لك يلا، جبت لك واحد منهم قلت لك اختار منهم، هو او هو يدخل يدور على اصحابه. هو لو انا ما حطيتهوش مع اصحابه مش هيتميز، فانت مش هتعرف تطلعه. يعني انا لو جبت مدرس انت عارفه بتاع علوم ومدرس بتاع دراسات مش عارف ايه، انت عارفهم كويس جدا، بس انا حطيتهم وسط مدرسين مختلف، يعني جبت مدرس الدراسات حطيتهم مع مدرسين علوم وعلى تاريخ مش عارف، عملت ميكس كده اي كلام، الفيديو بتاعي نزل وسط فيديوهات مش في مجاله، نزل كده وخلاص والسلام. اعرف ان الفيديو مش هيجيب مشاهدات، لان الفيديو ده هيتعرض مثلا جنب فيديو كوميدي. لو انت بتتكلم مثلا عن القرآن الكريم ممكن الفيديو بتاعك يتعرض جنب فيديو كوميدي، لان انت ما حددتش الفيديو بتاعك ده بيتكلم عن ايه، او ما عرفتش اليوتيوب، فاليوتيوب هيعرضه لك بشكل عشوائي، فبالتالي مش هيجيب مشاهدات، فاليوتيوب ياخد عنك فكره ان ايه الفيديو ده مش كويس فما جابش مشاهدات، فيبدا ترتيبه يقل وتلاقي الفيديو اصلا ما بيجيبش مشاهدات خالص. فانت فايدتك في الفئه بتاعتك او ان انت تحدد فئه الفيديو ده بيفيدك جدا، وبيفيد الفيديو بتاعك يخلي اليوتيوب يحط لك مع الفيديوهات اللي شبهه، فان يبقى فيه افضليه ان الناس يبقى عندها ميول عايزه تشوف الفيديو ده بيتكلم عن ايه، فيدخلوا ويتفرجوا الفيديو يفضل يعلى في الترتيب ويتصدر نتائج البحث. بس كده، دي كانت نبذه بسيطه عن الفئه عشان في ناس كتير ما تعرفهاش، حبيت اوضحها لكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنساش طبعا انك تشترك في القناه وتفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو لو الفيديو ده عجبك او استفدت مني باي معلومه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.